بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 73 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. الأخ السائل عين عين ألف من القصيم يقول: سافرت شيخ إلى مكة عن طريق المدينة، وقد تعطل مكيف السيارة فقررت أن أؤجل الإحرام حتى أصل إلى جدة وأنهي أعمالي، ثم أتجه إلى السيل الكبير وأحرم منه لأنه ميقات نجد. هل عملي صحيح وماذا يجب علي؟ مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتعداه بدون إحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فلا يجوز أن تؤخر الإحرام مثلا من ميقات المدينة بنية أنك تحرم من السير ميقات أهل النجد، لأنه في هذه الحالة ليس ميقاتا لك، إنما ميقاتك ميقات أهل المدينة، فأنت أخطأت في هذا. فإن كنت فعلته تعديت ميقات المدينة وأحرمت من ميقات أهل النجد فيكون عليك فدية. العمرة صحيحة ولكن يكون عليك فدية لأنك تركت واجبا من الواجبات وهو الإحرام من الميقات الذي تمر به. وخراب مكيف السيارة ليس عذرا يسقط عنك الإحرام من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة يقول فضيلة الشيخ: شخص يعمل باسم والدته المتوفاة منذ فترة حيث يستخدم السجل التجاري لها، ما حكم ذلك؟ مأجورين. هذا لا يجوز، إذا كان هذا يخالف النظام فإنه لا يجوز، لأنه كذب واحتيال، وصاحب السجل انتهى، ألا بد أن تجدد السجل باسمك حسب النظام. نعم. يقول السائل: شيخ، هل يأتم الشخص إذا دخل شخص آخر عليه في مجلس وهو مع مجموعة من الناس، فسلم الشخص القادم على شخص بعينه ولم يرد السلام، فهل لا بد أن يرد شخص آخر عليه، أم أن الإثم يقع على الشخص المقصود بالسلام؟ نعم، الواجب على المسلم عليه أن يرد. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالبداء بالسلام سنة، وأما رد السلام فهو واجب، أنت تركت واجبا، فالذي فعل هذا ترك واجبا. والذي يقدم على مجلس فإنه يسلم على الجميع سلاما عاما، يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم على الشخص الذي يريده سلاما خاصا. نعم. الشيخ صالح حفظكم الله، يعني تعاون الناس في وقتنا الحاضر في إفشاء السلام فيما بينهم، ما أثره؟ أثره القطيعة والتناكر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، وأفشوا السلام وأطعموا الطعام، تدخل الجنة بسلام. إفشاء السلام من فضائل الأعمال، لما يترتب على ذلك من زرع المحبة في الناس، ولأن السلام أيضا دعاء تدعو لإخوانك بالسلامة والمعافاة، فهو يزيل بذلك ما في نفوسهم من النفرة ويورث المحبة. والسلام لا يكلفك شيئا وفيه مصالح عظيمة. هذا السائل الشيخ الذي رمز لاسمه بعين ألف ألف يقول: هل يعاب
على الرجل في إكرامه للناس، على التوسط في نفقة هذه المناسبة، وما حكم الشرع في من يعمل ذلك؟ هذا من العادة أن الإنسان يعمل طعام أو يعمل وليمة أو يدعو إليها، هذا من العادات الطيبة، لأن هذا يدل على الكرم، وقد يكون في الناس من هو محتاج وجائع فينتفع بهذا الطعام، وأيضا هذا يورث المحبة بين الناس لأن هذا من الإحسان، فهو من العادات الطيبة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ مصطفى سوداني مقيم بالرياض يقول: عندنا وليمة نقوم بعملها عند ختم القرآن الكريم تشجيعا للحافظ الصغير، ويدعى لها مجموعة من الأقارب والأصدقاء والمحبين، وتكون عند ختمه للقرآن. لا بأس بذلك، هذا أيضا من التشجيع على حفظ القرآن، ومن الشكر لله عز وجل على هذه النعمة، ومن تطيب خاطر الحافظ للقرآن وتشجيعه على ذلك، وقد كان من السلف من يعمل هذا. نعم، فضيلة الشيخ من أسئلته يقول: ما صحة هذا الحديث: بيت لا تمر فيه جياع أهله؟ نعم، هذا حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول: كيف تحل البركة في مالي وأهلي وأكلي حيث أنني أحس بنزع البركة فيما ذكرت، فلماذا؟ عليك بالكسب الحلال، إن الكسب الحلال فيه البركة والخير، وأما الكسب الحرام فإنه لا خير فيه ولا بركة، وهو عرضة للتلف. قال الله جل وعلا: يمحو الله الربا ويربي الصدقات. نعم، يقول الشيخ: هل لسور القرآن فضل لسورة عن الأخرى أم أن الفضل واحد؟ القرآن كله له فضل عظيم، وهو كلام الله جل وعلا، كله كلام الله وكله فيه فضل عظيم وخير كثير، لكن بعض السور تمتاز على غيرها، وبعض الآيات تمتاز على غيرها، مثل آية الكرسي، وبعض السور مثل سورة البقرة وآل عمران، وكذلك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فلبعض السور مزية الفضيلة على غيرها من السور. نعم، أبو ماجد له سؤال يستفسر فيه فضيلة الشيخ عن كتاب منار السبيل لابن غويان، يقول: ما رأيكم في قراءته لطالب العلم؟ كتاب طيب، وهو شرح الدليل، شرح متن الدليل، ومن متون الحنابلة، وهو سهل العبارة، والشرح أيضا واضح ومركز على أدلة، فهو مفيد جدا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل يا شيخ هذا السائل عن حكم إخفاء العيب عن السلعة الذي يريد أن يبيعها، وهل يأثم الإنسان إذا أخفى عيبا عن المشتري سواء كان في أرض أو ماء أو بيت أو مزرعة؟ لا يجوز للذي يبيع سلعة إلا أن يبين ما فيها من العيوب، فإن لم يبينها وهو يعلمها صار هذا تدليسا وصار غشا للمشتري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أين صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محفت بركة بيعهما. فلا يجوز الغش في البيع إكمال العيوب التي يعلمها، لا بد من بيانها حتى يكون المشتري على بصيرة. نعم، يقول الشيخ: إذا صلى هل الدم نجس؟ وهل إذا صلى الإنسان وهناك بقعة من الدم في ثوبه أو فنيلته أو سرواله هل يعيد الصلاة؟ الدم نجس على المذهب عند جماعة من أهل العلم، فيغسل الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. هذا دليل على أن الدم يغسل من الثوب. من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث، والطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والبقعة. وإذا لم يعلم بالدم صلى وفي ثوبه دم ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، أو علمه ونسيه صلى صلاته صحيحة. أما إذا علم بالدم قبل الصلاة فإنه يجب عليه أن يغسله ويزيله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو ناصر يقول: رجل يريد أن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، فدخل المسجد للصلاة
وكان في نيته أن يصلي المغرب، فوجد الإمام يصلي العشاء، فماذا يعمل؟ له أن يدخل مع الإمام في صلاة العشاء، ولكن إذا قام الإمام للركعة الرابعة فإنه يجلس ويأتي بالتشهد الأخير، ثم إن شاء أن يسلم لنفسه، وإن شاء أن ينتظر الإمام يسلم معه. نعم. السائل ألف عين عين يقول: بالنسبة للنفقة الشرعية على العيال، تكفي في المسكن والمأكل والمشرب؟ هل تكفي في المسكن والمأكل والمشرب، أم لا بد أن يزيد الأب على هذا القدر نزولا عند رغبة أولاده، كأن يخصص مصروفا شهريا لهم؟ وما التوجيه المناسب في هذا الأمر؟ النفقة تكون في المسكن وفي الملبس وفي المطعم، فينفق على أولاده بقدر حاجتهم، هذا واجب، النفقة بقدر الحاجة هذا واجب، وما زاد عليها فهو من المستحبات أو المباحات. نعم. فضيلة الشيخ يسأل السائل ويقول: اجتهد بعض الدعاة في توجيه نصيحة علانية بأسلوب فيه نوع من التقريع أو المواجهة المحرجة مع طرفي القضية أو المتخاصمين، فهل هذا الأسلوب مناسب في الدعوة والنصح؟ وإن كان فيه نوع من الصحة، نأمل البسط في هذه المسألة. الأصل في الموعظة والتذكير أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النصيحة تكون بأسلوب طيب يرغب الناس ولا ينفرهم، وإنما يغلظ في الأسلوب على العاصي الذي لا يقبل النصيحة، الذي لا يقبل النصيحة ولا يقبل الموعظة، هذا يغلظ عليه ويخوف بالله عز وجل لعله يرتدع. وإذا كان عنده جدال أو شبهات فإنها توضح له ويجادل بالتي هي أحسن، فيتضح له الحق والصواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ: يلاحظ التأخير في تقسيم الميراث، فما حكم من عمل هذا العمل؟ وأيضا نريد منكم نصيحة، لأن بعض إخواني بعد وفاة والدي تأخروا كثيرا في تقسيمهم للميراث. هذا راجع إلى الأحوال والظروف، فإذا كان ليس هناك مانع من قسمة الميراث ولا ظروف تقتضي تأخير القسمة، الواجب المبادرة لقسمة الميراث وإعطاء كل ذي حق حقه لينتفع به. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ عبد الله يقول عن غسل الجمعة: يا شيخ، هل هو واجب أو مستحب؟ غسل الجمعة مستحب عند جمهور أهل العلم وليس واجبا، قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فقوله الغسل أفضل دليل على أنه سنة وليس واجبا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فمعناه أنه متأكد، واجب يعني متأكد وليس فرضا، بدليل الحديث الذي ذكرناه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إلا أن ابن القيم رحمه الله فصل في هذا، فقال: من كان فيه أوساخ وروائح كريهة فالغسل واجب عليه لإزالة الأوساخ والروائح الكريهة لئلا يؤذي الناس في المسجد. أما من كان نظيفا وليس فيه روائح كريهة فالاغتسال في حقه مستحب وسنة وفيه ضرر عظيم. يقول لي أيضا فقرات تتعلق بالجمعة: يا شيخ، فإذا دخلت الجمعة والإمام في التشهد، هل أصليها الجمعة أم ظهرا؟ لا تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة، كما في الحديث: من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي معها أخرى أو يضم إليها أخرى وقد تمت جمعته. فلا تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة كاملة. أما إذا جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع الركعة الثانية فقد فاتته صلاة الجمعة، لكن يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم يقوم ويصلي الظهر أربعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الأخير عن الجمعة: يا شيخ، إذا ذهبت مثلا إلى الجمعة الساعة 9 صباحا، وبعد فترة أحسست برغبة في النوم، ثم اتجهت إلى مؤخرة المسجد ونمت لمدة ساعة،
ثم وصلت الصلاة والقراءة حتى حضر الإمام، هل يعد بأنني أتيت الساعة التاسعة أو نقول بأنه حضر الساعة فيما بعدها 10 أو 11؟ أنت على نيتك، ما دام جئت مبكرا ثم إن النوم أثقلك ونمت لتأخذ راحتك، أنت على نيتك وعلى أجرك إن شاء الله، لأن قصدك من هذا النوم الاستعانة على طاعة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ الذي لم يكتب الاسم في رسالته يقول: ورد أن الحسنات يذهبن السيئات، فهل السيئات أيضا تذهب الحسنات؟ نعم، السيئات تنقص الإيمان، السيئات تنقص الإيمان، ومن السيئات من يحبط الأعمال في الشرك بالله عز وجل والرياء والسمعة، هذا يحبط العمل، أما ما دون ذلك فإنه ينقص الإيمان. نعم. يسأل الشيخ يقول: كتم العلم والوعيد المترتب عليه من كتم علما الحديث، ما المراد به؟ المراد العلم الذي يحتاجه الناس في أمور عباداتهم ومعاملاتهم وما أشكل عليهم من أمور دينهم، فلا يجوز كتمان هذا عن الناس، لأن الله أنزل هذا العلم لحاجة الناس، والذي يكتم العلم آثم. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الواجب على من عنده علم أن يبينه للناس وأن يعلم الناس ما عنده من العلم وينشر علمه، إلا أنه في بعض الأحيان يجوز كتمان العلم للمصلحة الراجحة، ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا، لا تخبرهم بقوله صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا كان يترتب على بيان العلم ضرر أي أكثر فإنه يكتم للمصلحة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ سامي يقول: إذا كنا شيخ في بلاد الغربة للدراسة، هل علينا جمعة أو نصليها ظهرا ونحن في ابتعاث لمدة 4 سنوات؟ إذا كان عندكم جمعة تقام فيجب عليكم أن تصلوا الجمعة مع المسلمين القريبين منكم، أما إذا لم يكن عندكم جمعة فإنكم تصلون ظهرا. نعم. يقول السائل: الشيخ، هذا سجود التلاوة متى يكون وما ضابطه؟ وإذا كنت في مكتبي أو أنا أدرس الطلاب وقرأت عليهم آية فيها سجدة، فهل أسجد وهل يسجد معي الطلاب؟ سجود التلاوة يكون عندما تقرأ آية فيها سجدة من الآيات التي فيها سجدة في القرآن، وهي 14 سجدة معروفة ومبينة وموضحة في المصحف، فإذا مررت بها وأنت تتلو القرآن فإنك تسجد. أما المدرس هذا ليس عمله تلاوة، إنما هو تدريس، فلا يشرع له السجود ولا للطلاب الذين يدرسون الآية أو القرآن، لا يسجدون عند قراءة، لا يشرع لهم ذلك، لا يشرع لهم ذلك، وإن سجدوا فلا بأس بذلك. كذلك إذا كرر الإنسان آية السجدة وهو يتلو القرآن وكرر آية السجدة لا يكرر السجود، يكفي أول مرة. نعم. يقول السائل: الشيخ، رجل يتقرب إلى الله بذبيحة لكن في غير وقت الأضحية، إذا كان يوزعها على الفقراء هذه صدقة، ما هي بالشيخ، إذا كان يذبح الذبيحة وتصدق بلحمها هذه صدقة وفيها فضل عظيم. نعم. يقول الشيخ: أسأل عن عبارة يرددها البعض: اللهم بجاه فلان عندك، أو ببركة فلان، أو بحرمة فلان عندك، افعل بي كذا. هذا بدعة ومن التوسل الممنوع، فلا يجوز التوسل بجاه أحد أو بشخص أحد أو بحق أحد، لأن هذا شيء لم يرد في الكتاب والسنة فهو بدعة. نعم.
من أسئلة يقول: هل يجب على المأموم أن يصحح للإمام إذا أخطأ في قراءته في الصلاة؟ نعم، يفتح عليه إذا أخطأ وانغلقت عليه القراءة فإنه يفتح عليه. فقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه أحد، فلما سلم وإذا بأبي بن كعب رضي الله عنه في المصلين، فقال له صلى الله عليه وسلم: أين أنت يا أبي؟ دل على أن المأموم يفتح على إمامه إذا أغلقت عليه القراءة. نعم. يسأل أخيرا يا شيخ عن دخول الرجل الأعمى على النساء بقصد التعليم. لا بأس بذلك إذا أمن الفتنة بأصواتهن ولم يختلط بهن وهو للتعليم، فلا بأس بذلك، ولكن الأبرى للذمة والأحوط أن النساء يدرسها نساء. نعم. أم عبد الله، نختم هذه الحلقة بسؤالها، تقول: إذا اشترت المرأة ذهبا واشترطت على صاحب المحل إرجاعه إذا لم يصلح لها، ما الطريقة الصحيحة التي تحمي من الوقوع في الربا؟ الطريقة الصحيحة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التقابض، أنها تقبض الذهب وتسلم القيمة لبائع الذهب في المجلس، تقابض يدا بيد، وإذا تبين في الذهب عيب فإنها ترده وتأخذ القيمة، ترد الذهب إلى صاحبه ويأخذ القيمة التي دفعتها له. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.